مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكموني. بنستعملها اكيد بعدة استعمالات، لكبة البطاطا، كبة البندورة، الكبة النية، الكبة المقلية، الكبة بصينية. عنا كوب برغل ناعم، ملعقتين طعام بهار الكموني، هيدي عملتها فيديو كمان لبهارات، نص ملعقة صغيرة ملح، حبق نعنعة، بصل صغيرة، معجون حار عندي انا بدي استعمله، فينا نستعمل حار طازه، او اذا ما منا اياها حاره فينا نستعمل فليفله حلوه طازه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بحط البرغل، الملح، البصل، النعناع والحبق، خلطه البهارات، كمان معجون الحار. بسم الله. انتهينا من الخلط. واو، شكل كتير حلو وريحة أحلى كمان. فضيهن بصحن أكيد. هيدي خلطة الكمون اللي عملتها أنا وياكن، ريحة كتير حلوة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته طريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.